ربي يقول لك ان المساجد لله. انتم رجعتوهم دي فوند كوميرس، ربي قال لك ورسول يقول لك قول مساجد اللغو نتاعكم، ثم رجعتهم مجموعات سياسية. دونك فهمونا الآية اللي تقول لكم ربك بظلام للعبيد، كيفاش نابليكيوها؟ قال لي العبيد، ما قالش المؤمنين ولا المسيحيين، العباد بكل. كيفاش نفهموها؟ القاوري جا لقى بيطار يمشي قد قد، هبط عليه ربي وزينات يخدموه الدراهم، حنا هبط علينا الميزيريا لانه حنا نقيسو بموازين الدنيا اللي خلقها ربي فينا، الشيء اللي عطاهولنا ربي عايشين به في الدنيا، معطيات الدنيا نعيشوا بها. دونك اليوم حبيت فهمنا ابري كيفاش الشعب هذا زادوا جهلوه. اكبر وسيله تجهيل للشعب هي المساجد هذه، بيان سور زيدوا لها هذوك المدارس القرانيه. وش هي المدرسه القرانيه هذه؟ واش تعلمك المدرسه القرانيه؟ تحفظ كي بيروكي، وكي تحب تسقسي تفهم ما تفهمش، ما تخدمش العقل في الدين راك تكفر. نعل والديكم يا كفاره يا عباد الشيطان تحت غطاء عباده الرحمن. وزاد دي زادوراتور دي ديابل. مساجدكم حاليا في الشعب الجزائري ماشي انتم بركاتو مع المروك تونس، المساجد اللي في العالم الاسلامي ولا تصاوم على الشيطان ماشي منابر للرحمن، لانه كل ما فيها يرخص في الامه الاسلاميه والمؤمنين، كل ما فيها يهبطنا لتحت، كل ما فيها يهبطنا لتحت. هاو درك باش نفهموا المرض منين جاينا. ايبا من أسس المرض في الجزائر هما الأئمة الخامجين، أئمة نتاع العمرات، وأكبر ريزو استخباراتي نتاع السعودية هما المطوفين واللي يديوكم زيارة واللي حاكمين العمرات في ليزاجونس المخابرات الجزائر على بالها. تعرفهم، تعرف حتى الناس اللي كتلحق للسعودية تدي تورنا وتروح تفورما وتعاود تهيكل وهي تجيب ناس اخرين وتكونديسيوني ناس اخرين. المخابرات الجزائرية على بالها بالتعاملات المالية بين الخليج وبين لي غروسيست في الجزائر، وباللي دي غروسيست خلقوا دور وما كانش عندهم، تو تايتي فينونسي بار الخليج سو كونديسيون بيان سور. دونك حلوا عينيكم شوية، خرجوا من الغباء. الإمام هذاك والقندورة تاعو تقدروا تطيشوا فيه بدون الزبل، باسكو ينسى رانيا، لا هو لا الخطبة تاعو داير، باسكو نصها كذب، نصها أحاديث مغلوطة مكذوبة، وأحاديث أحد، وأحاديث ضعيفة، ويخلقوا لكم بها ديما سكون أبل الغباء الثقافي السياسي. الإسلام حاشاه، بصح الشيطان هذا تاعنا حنا. بوزي وشوفوا، اطلب من الناس اللي يسمعوا فيا، اطرحوا نفسكم سؤال برك. علاه الدول اللي يهضروا بالعربية بكل في الزبل؟ سيتو، علاه بكل في الزبل؟ عراق دك صبعك هكا في الأرض يخرج البترول، الفقر التهجير ماكلة بعضها. سوريا ماشي كانت بيي توريستيك برك، توريزم وعندها الغاز وعندها ميليان افونتاج. ليبيا قدامكم، مصر قدامكم، حنا قدامكم، الكلب لوروا تاع المروك هذاك قدامكم، تونس قدامكم، روح الخليج، الخليج دي زيسكلاف وشو دي سينيور، يعني كي تحكموا الخليج المجتمع الخليجي كامل عايش الزبل. بيان سور تشوفوا غير الأمارة وتشوفوا غير، مي سي ان بوبل اسكلافاجيست. تشوفوا شنو دايرين في هذوك الهنود وبنغلاديش اللي يخدموا عندهم، تقول محال هذو بشر، محال امبوسيبل. Ça veut dire quoi؟ ناس اللي ما عندهمش إحساس ويعذبوا بشر آخرين، معناتها هما ماشي سعداء بعد. وصح باسك حيوانات، باسك تجي في الصحراء. هذوك هما الأعراب اللي ربي ذكرهم في القرآن، أشد كفرا ونفاقا. يعني أعطاهم وصف سبحان الله، سبحان الله فيما يقول، يعني فريمون يعني كلام الله واحد ما يتحداه.
أعراب أشد كفرا ونفاقا. داير شوية اللي لحقوا عندنا احنا المغرب خمجوه لي بانو هلال لي بانو سولي مي كومباني والوحايد تاعهم. دونك بوزي فو توس لا كيسيون علاه بداو فيقوا شوية بداو حلوا عينيكم نحيوا الطابع الديني من التفكير. اللي حاب البنادر والزرن والوعد يروح للزاوية والله صحنا. اللي حاب يتطور ويخرج من هذا الهبال هذا يخرج من هذا الهبال. نورمالمون واحد كيما هذوك اللي يجيبوهم لكم يخرجوا الجن في التلفزيون كي تلقاهم برا ترجموهم. الرجم هذوك ليهم شياطين باسكو يستغباو عقول الناس. الجن ما يسكن حتى واحد يسكن غير الحمير والبغال و... فهموني ان الجن هذا اللي يسكن غير ضعفاء العقول. انا ما شفتش الجن انا يسرك الجوايه هنا خلاص. احنا ولانا ديان الرقيه الجن السحور الحسد العين البوفوار يقعر فيه شعب كامل والشعب او شبيه الله مسكين العين الخدمه ما لقاش محسود فلان عنده التابعه وشبيه ما لقاش الخدمه. يا ربكم ما لقاش الخدمه باسكو النظام ما عندوش اون ايكونومي بور كريا دي بوست دو طرافاي سي تو. ما محسود ما معقود ما جو سي با كوا. ورايحه برك ورايحه واحد باللحيه ولابس مايو وهابط ويجبد تشوفوا السحور اعوذ بالله. واحد يرقي في القرعه واحد يشم في البوشون اجمع هذو بكل تاع سفيان لي زالجيري ما يقراوش غير يسمعوا برك ما تقول لهم قراو هاك كفرت هاك خرجت من رحمه ربي عباك. واش يديروا بالكتابات في الجزائر كي يلقاهم يبيعوهم بالكيلو يقطعوهم يديروا فيهم الكاوكاو وتشغيل الشباب و... قراو يقراو واش يقراو يقراو ما والو نساو ديجا وي لو كوميرس دو لا ريليجيون تري فلوريسون وي دونك عند لي زيسبري سو ديفلوبي قالها ابن خلدون شكروها لا ما غلطش بيان سور التجاره الدينيه يعني دخل ما شاء الله مع الشعب الجاهل. دونك حنا هنا بور دير لي شوز. انا مانيش هنا باش ندراكي لا يما ولا المساجد ولا انا في العقليه تاعي سي تري سامبل. كل ما هو سلبي لازم نوضعوا له حد. كل ما هو ايجابي نشجعوه سيتو برك. من أت... قال واحد كلمة مليحة شكرا سيد الرحماني من أتى الله بقلب سليم إيه ماشي بقندورة ولحية إكزاكتومون من أتى الله بقلب سليم RMR برافو.